السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا مع الشباب في مدينة يكاترنبورج احتلنا المحل هناك لشراء الملابس. يعني كان يوم جامد الصراحة مع الطلاب. يعني الحمد لله انا الفترة اللي فاتت والفترة الجاية ان شاء الله اكون ده متواصل دايما مع الطلاب اللي بتيجي، لان انا بستقبلهم بنفسي مباشر في مطارات موسكو. يلا بقى نوريكم احنا عملنا ايه مع بعضينا في يكاترنبورج. اشهر مول في يكاترنبورج. هيك 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 ايوه بس اسكت بقى. ايوه زايمه ويوسف، ايه الدنيا؟ احنا بنتمشى في مول جريفيتش. احنا جعانين بس. والناس هنا كتير جدا، ناس كتير جدا هنا. ده حاجه جمهوريه مصر العربيه رجاله. ده حاجه جمهوريه مصر العربيه. عمر ايه ده؟ محمد فينك؟ عبد الرحمن بردان. عبد الرحمن خد الشكت مني يا حاج اهو. طبعا احنا هنا في المترو بتاع يكاترنبورج. والله يوم جامد ان انت تعيشوا مع الشباب هنا بجد. يعني ايمن نشار. يعني عم الناس. يعني الناس الاصيله. الناس الاصيله. يعني كفي الشيء. ان شاء الله احنا علينا المحل. شباب زهره معانا اهي. بتاع جمهوريه مصر العربيه. العريس المنتظر. احمد علاء بيشتري ايه؟ الشبكة ولا كاتب كده؟ لا شبكة. حسن بعد ما وصل روسيا ده بكام؟ ده ب 400 ربع متر. لا 100. ده 200 ربع. 200 ربع ده والله رخيص. الراجل ده من منصورة جدا. منصورة نفس عزيزة. رايحة جاية. احمد علاء دخل معانا هندسه البحريه ان شاء الله. ان شاء الله. فانت اكتبوا لنا في التعليقات دي، هتودوا سان بيتربورج ولا نودوا سيبيريا؟ لا سيبيريا. الاب الروحي معاهم يوسف. الاب الروحي اهو. عم يدينا اراءه. ايوه كلمه عمك يوسف لازم تمشي حبيبي يا ابو يوسف، لان الاخ الروحي ده. ايدك يا ابو يوسف. لا ده انت عارف. انت عارف يا يوسف. عبد الرحمن. ايه يا باشا؟ كلمتين حلوين للحاجه في مصر. ما والله وحشتيني يا امي. والله انا عارف انك هتعيطي بعد الكلمه دي، بس يلا جامد. عامل كام ده؟ 15 1500 ربع، يعني تقريبا 250 جنيه مصري. ببلاش. يا بلاش والله. بطل اهم حاجه. اهم حاجه المبطل. ما هنبطل. هو عليه خصومات اللي يمشي السيستم بتاع روسيا في الاحزاب. بس ب 250 جنيه مصري. ولا صانع الصيني ولا صانع اليابان. صانع روسيا. ما بتكسرش. حسن هيجي هتجيب ايه تاني؟ خلاص بقى كده، بس المفرج مع الرجال. اتفرج يا ابو علي براحتك. ده كل المحل اللي احنا فيه. وبعدين بيشتروا لبس. قاعد بنقله. اب الروحي معاهم. اب الروحي. اب الروحي. بالله عليكم الجبنه الرومي يا جدعان. انا هنا مفيش. خلاص ناوي زوق عالي يا جماعه. كرولوس حبيب قلبي. انت كرولوس قال لك هنشتري المحل كامل. حصل. انت هنا ولا جينا احسن؟ جينا طبعا اكيد. بس الجو هنا عامل ايه معاك؟ لا هو طبعا جو مصر ما يعلاش عليه، واكل مصر ما يعلاش عليه. انت جبت الشكل ده بكام؟ كده 5600. فلوسك كتير. عمر جنوية. فلوس الاصل هنا ولا مصر؟ هو بص يا مصر مفيش زيها بصراحه. طبعا الجاكيت ده. الجاكيت الشتوي ده عامل معاك كام؟ 2500. يعني كام مصري؟ يعني حوالي 500 جنيه. 500 جنيه مصري. والله حلو. عبد الرحمن بقى خد الجاكيت بتاعي. هنا احنا بنشتري الملابس بتاعتنا. عبد الرحمن جبت ايه يا عبد الرحمن؟ كوتشين. كوتشين. عبد الرحمن جاب كوتشين شتوي. محمد جوانتي بس. طب زي الفل. هنا متوفر كل حاجه على فكره في المحل، ولكن هنا احنا دلوقتي ايه هنختار؟ ايه هنا عبد الرحمن؟ جاكيت. هوبا 3300 روبل. رشه. مش غالي والله. يعني بتتكلم مثلا في 50 دولار. بالنسبه لهنا مش غالي. طبعا كل المحل دوت للجواكت والبناطيل وكل حاجه متوفره هنا. الحاجات دي
هقص ولا محمد كرونوس عايز ينام. ما تشوف لنا جاكيت كويس يا كرونوس. حلو ده ساره حلو. اه كرونوس بيحب الحاجات الطويله دي. احنا كم واحد يا جدعان؟ احنا بتاع ال 15 واحد. عدينا ال 15 واحد ما شاء الله. ده احنا حللنا المحل. مش هنشتري حاجه في ده. اجرنا منك ده بس وانا رجعه لك تاني. ضحك عليه في الجاكيت بتاعه. جدع احتل روسيا. محمد الديب عايزين نشوف روسيين في البلد. عاوز ايه يا حسن؟ عايزين نشوف روسيين في البلد. يعني انت مش شايفه؟ مفيش اجانب هنا، مفيش الا عرب. ما الشعب المصري احتل روسيا. هوبا والله يا جدعان كروجو 4 تحت الصفر. عايزين نجيبوا ايه؟ بقيت الحاجة؟ يلا بينا. خش يا جدعان على الأكل. عبد الرحمن حبيبي الأكل. الأكل بتاعك يا ريس. أحلى واحد بتاع شاورما. خلاص احنا هنا احلى واحد بتاع شاورما. هو مش كذا شو بس نوش الشاورما دي. نوش الشاورما بس. شو تشوف؟ احنا هنا ايه؟ بتعملها حسن بحسن. اسكن على قهوه. على قهوه باربع واحد. بص الراجل اللي ورانا ده منين؟ من البحيره. البحيره. انا عارف محمد اسكندريه. محمد والده من افضل الناس اللي احنا نعرفها. والله العظيم استاذ خالد يعني اداني طاقه وتجديد في العمل. فيا استاذ خالد كل التحيات وكل الاحترام ليك بجد. مالكش دعوه محمد بقى. ابن بلدي. علي يا جدع. عبد الرحمن. القاهره بقى مالناش دعوه احنا بالكلام ده. صوره وهو بياكل والنبي. هصور لكم عبد الرحمن وهو بياكل دلوقتي. بص هيبقى مقطع لوحده. احنا هنا واقفين في محل شاورما ناكل عشان الجو برد الصراحه. درجه الحراره 10 تحت الصفر. فحسن قال لك اهو بص. انا كاكاو. اه لا حرام حرام الحركه دي حرام. عبد الرحمن بيشتري اكل من السوبر ماركت. ايه عبد الرحمن يجيبه ايه من مصر؟ اهم حاجه سيبك من الكلاسيم وسيبك من الحاجات اللي بيقولها دي. كياس. هات الكيس معاك من مصر. هات كياس شنط بقى وكل حاجه. اهم حاجه تعيش معاك. حد ليه طيب. وجهه نظر ثانيه يا جماعه. حسن الحلاوه ب 15 راجل. ده دي منظر حلاوي ده عمال. ها بالله عليك يا عم اهو اهو. امسك يا عم الحلاوه الطحينيه. 3 جنيه 3 جنيه اديني. هزني تاكل فيها اسبوع. طفايه دايه اسبوع تاكل فيها. هشربها بقى عشان عايز اعمل ايه باللب. بقول لك باللب. محمد خالد. اه ما بنجيتك دوت من اسكندريه. طيب انا احنا هنا بقى خلصنا اشترينا الملابس وكل حاجه ودلوقتي بقى دخلنا السوبر ماركت نعرفهم الحاجات اللي هم اللي بيحتاجوها. يعني لو في لحمه حلال بنجيب، لو في بيض والكلام ده كله. فده كله متوفر في السوبر ماركتات هنا. ولكن انا اللي حظنا في السوبر ماركت هنا مش بطريقه كبيره جدا. المهم ان احنا خلصنا اليوم بتاعنا مع الطلاب الحمد لله. ان انا اتجمعت مع كل المجموعه اللي وصلت معايا كيترنبورج. وان شاء الله الفتره الجايه هكون متواجد بدرجه كبيره جدا في كيترنبورج. فسلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.